ايوه انا بس نعم الدكتور صبري عبد الرؤوف. طيب احنا دلوقتي الحقيقة انا يعني ما بثير الموضوع ده، بثيره من خلال عدة اسئلة، وزي ما بأكد انا لا اقصد قناة بعينها ولا اقصد برنامج بعينه، وانما اقصد توجه ومنهجا مرفوضا فرض علينا في هذا الوقت بالذات. هذا الوقت بالذات أصبحنا في صراع بين تيارين متطرفين، تيار التشدد والتطرف وكل شيء حرام، وتيار آخر في إباحية وفي حرية بلا ضوابط وبلا احترام. احنا بالذات بنعالج مشكلات اجتماعيه لها اسبابها. انا بدل ما بعمل عقوبه جنائيه على الخطأ، طب ما انا عندي اريح نفسي الاول واتجنب وقوع الاسباب. احنا عندنا مبدأ اسمه في الشريعه الاسلاميه مبدأ سد الذرائع. ان هذا المبدأ بيفسر على اني كل ما يؤدي الى الحرام فهو حرام مثله، وكل ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب مثله. فليه أنا يعني أعمل الحاجات وبعد كده أقول عايز أعالج وأشكل لجان للعلاج، خصوصا أن هذه الظاهرة ترتبط بالأسرة، والأسرة هي أساس بناء المجتمع. وأنا لا أتصور أبدا أن هناك أب أو أم يسمحون لأحد أبنائهم أو أحد قريباتهم بأن يظهروا بهذا المظهر المخل الذي يكشف الأبدان ويكشف العورات بلا خجل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك إحنا انطلاقا من قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعملوا إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلابد أبدا لابد أن يكون لنا دور في أمام ما نشاهده الآن من هذه الظواهر التي نشعر فيها بالخطر الداهم على أخلاق شبابنا. ولا نقول أن في ذلك تصدير للفن وتشجيع للتراث العظيم اللي هيخرب أمامه أجيال، لا ينفع. مصر الأبية لا تصدر أبدا إلا ما هو أخلاقي وإلا ما هو قيمي وإلا ما هو مستنبط من آداب الإسلام ومبادئه. لكن إن أنا أصدر، إن أنا أفتح معهد لتدريب الراقصات وبعدين كل دم شهيد في الآن يقابله إيه؟ يقابله هزة وسط من الراقصة. هل هذا ينفع؟ هل نحن في عصر بناء حقيقي، بناء اقتصادي وبناء قبل اقتصادي، بناء أخلاقي وبناء اجتماعي وبناء تغيير نفوس، أن نجري وراء هذه الشهوات الغربية التي لا تتناسب إطلاقا مع أي قيم ولا أي دين؟ وأنا قلت لكم إن هذا هدف مشترك لجميع الأديان السماوية، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع السابقين من الأنبياء والرسل. لكن إن إحنا نخلي مصر هي تصدر مثل هذه الأشياء وتفتخر بإحياء مثل هذا التراث من أجل بضعة أموال، لماذا مصر؟ أنا الحقيقة السؤال اللي أنا بسأله، لماذا مصر الآن؟ واحنا معانا